فضيلة الشيخ، ما رأي فضيلتكم في من يسمي أبناءه ببعض الأسماء الموجودة في القرآن كأفنان وأمثال وبيان؟ لا حرج أن يسمي الإنسان أبناءه أو بناته بكلمات يأخذها من القرآن، إلا إذا كانت ممنوعة بعينها مثل أبرار، فإنه لا يسمي فيها أو لا يسمي بها، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم غير اسم برة إلى زينب وإلى جويرية، وكذلك بيان لا يسمى به، لأن البيان هو القرآن كما قال تعالى هذا بيان للناس. ومن سمى بيان فليغير.